طيب المسابقة المفروض حسب القرارات الرسمية متوقفة لغاية 30 ابريل. شهر رمضان داخل علينا بإذن الله، يا رب يكون ايام مفترجة الفترة الجاية يا رب بإذن الله، والموضوع ده ينتهي على خير. عندك بعد رمضان تتكلم من 23/5 او 25/5، لو التوقيت ده هتفكر تستأنف في المسابقة، لو دخلت على اول 6، لو دخلت على نص 6، المسابقة ممكن تخلص في خلال مدة قد ايه؟ شهر ونص يا محمد. شهر ونص؟ مع ان اولا كل الالتزامات الدولية وقفت وترحلت كلها ومش هتتلعب قبل شهر 9، وحتى دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه هيتلعبوا في 7 مثلا او في اخر 6، هنتكلم عليه لان احنا كنا سبقنا اتكلمنا فيه من فتره. هيتلعب وهيتلعب، انا اعتقد انه بنسبه 90% خلاص رايحين لفكره ان هو هيتلعب دوره مجمعه، يعني هنتناقش يعني تستعجلش. يعني المهم يعني تمام، فهم لسه مستنيين عليه. فانت لو لعبت، انت عندك فاضل 17 مباراه تمام، لو لعبت كل 3 ايام ماتش زي ما بتلعب العادي جدا، كنت 3 ايام ماتش 51 يوم خلاص. لا يا عم، شهرين هتخلص نص اغسطس، نفس نهايه الموسم اللي فات. طب في راي يقول لك لا، ده انا لازم اخلص الدور الثاني في 3 شهور مش في شهرين. ليه؟ مساحات زمنيه ما بين الماتشات، لان هيبقى الوقت ضيق جدا من كل ماتش والتاني. ليه؟ ايه المساحات ليه؟ رؤيه، في رؤيه اتقالت رؤيه. ما انت زمان الاهلي والزمالك بيلعبوا كل 3 ايام هنا في الدوري ده العادي يعني. ما في رؤيه قالت لك انا لو هلعب الدوري من تاني وهستأنفه من تاني محتاج شهر اعداد. الدوري الاسباني والدوري الانجليزي بيطرحين فكره ان الاول ماتش كل 48 ساعه. وقالوا لا 48 ساعه معلش، هنلعب كل 72 ساعه. فانت يعني المفروض تلعب كل 72 ساعه، انت الطبيعي تلعب كل 72 ساعه. مظبوط. عندك 30، عندك 25 لاعب، وعندك 21 سنه، والفرق الكبيره لازم يلعب. طيب هل تتفق معايا ان اتحاد الكوره تاخيره في وضع سيناريوهات والحديث مع الانديه هو اللي ادى المساحه للبعض انه يفكر في الالغاء ويفكر للمصلحه الشخصيه؟ بص انا وجهه نظري ان الاتحاد عنده رؤيه. انا من حلقه عنده رؤيه لكن مش معلنه، لازم يعلنها. هو ده بقى اللي احنا بنقول، لازم يبدا يتفاوض او يبدا يقول يا جماعه لا احنا عندنا سيناريوهات حطينا، وانه ده السيناريو الاولاني وده السيناريو الثاني، بس هو خايف يطلع سيناريو فيبدا يظهر حاجه ثانيه فالناس تمسك. يعني مثلا خايف يقول ايه، انا هرجع الدوري نص 6، فيجي مثلا تحصل ظروف فيتاجل لاخر 6، فالناس تقول لك هوب سيناريو تاني. ما لا يجي ده تقول لك هوب، الناس بقى اللي هي عماله تعيط عشان الدوري يتلغي دي، لا هوب انت قلت نص 6 الدوري هيرجع، ماليش فيه، مش هلعب. بس هو ساعتها لما يجي يعلن مش هيعلن سيناريو واحد، هيقول في حاله استئناف النشاط منتصف مايو هبدا الدوري نص 6. انا قلت في حاله كذا يبقى كذا. انا قلت الكلام ده ان انت لازم تحط اكتر من سيناريو وتقوله عشان ما حدش يمسك في سيناريو يقول لك هو ده القرار. بالظبط. فهم انا ما اعرفش هم متاخرين ليه، بس اعتقد ان هم بيدرسوا ده، واتمنى ان يخرجوا للناس ويقولوا الكلام ده لان الموضوع طولت. الموضوع طول ولازم يبقى فيه رؤيه عشان ما يسيبوش الساحه كده لاي حد بيشوط فيها. صح. يعني كمان الرؤيه مش فكره استئناف المسابقه، الرؤيه كمان في فكره العقود اللعيبه، لازم اللعيبه كمان على المستوى الشخصي كل لاعب يبقى عارف موقفه لما الموسم ينتهي 30/6 بالنسبه له، او العقد بتاعه 30/6 الاتحاد هيبقى هو موقفه ايه. خلاص ما هو الفيفا قال، بس ادى مساحه لكل اتحاد. بالمناسبه احنا عندنا الاتحاد بتاعنا كل سنه شغالين كده يعني. يعني احنا كل سنه العقود بتخلص 30/6 وبنقعد نلعب لحد 9 عادي يعني. لغايه 9 اوكي. انا متفق معاك. بس الفيفا قال لك ايه؟ قال لك التوصيه انك لو دخلت في فترات القيد لغايه يناير الاولويه لنهايه الموسم والعقد القديم. اوكي. جه الاتحاد التونسي، طبعا التوصيه الاساسيه موجوده، بس جه الاتحاد التونسي قال لك ايه، اوكي انا بالنسبه لي ده ما عنديش فيه مشكله، بس بحد اقصى 30/11 لو الموسم لسه ما انتهاش اللعيبه خلاص هيبقى العقد بتاعه انتهى. فهمت قصدي؟ هي الفكره بس تحط اولويه او تحط تفاصيل العلاقه التعاقديه ما بين النادي واللاعب. الموسم لو وصل ل 30/11، ما فيش موسم يوصل ل 30/11 يعني. اعتقد انه الفيفا قال لك لو دخلت القيد يناير الاولويه لنهايه الموسم الاول. يعني شوف حتى الفيفا وصل لابعد مدى، انه ادى 6 شهور. ادى 6 شهور. وقال لك العقد لو انتهى في 30/6 والموسم لسه ما انتهاش، فتره القيد في الصيف ممتده ليناير. بص هو لازم يعني اقصد الفيفا اداك كل الحلول، انت بقى اطلع بقرارات وتوصيات. اتمنى عشان تقفل الملف، انه يقفل الملف ده خالص. لان سايبينه اجتهادات مرعبه يعني، كل واحد بيطلع يقول اللي هو عايزه. مرعبه. طبعا يعني اصل كل نادي دلوقتي عايز عنده حاجه عايز يقولها، لا بيفكر في عقود يعني، ما جابش ورقه. صح. ولا جاب اقتصاده، ولا جاب ميزانيته. ولا جاب لعيبته، ده خد كام وده خد كام وده خد ايه وهيخسر ايه ويكسب ايه لو الدوري كمل او لو الدوري اتلغى. مظبوط. يعني ما جابش عقد الرعايه بتاعته، قال ان هو خد من الراعي كذا، فلو الدوري اتلغى هيخسر كذا، ادى اللعيبه قد ايه. طبعا ما فيش حد، ما عندناش احنا الكلام ده خالص، في الشفافيه دي. انا هلغي الدوري، طب وبعدين يعني؟ وبعدين لان كمان انت عندك المشكله ان انت ما عندكش اقتصاد، يعني ما عندكش فرق، ما عندكش كره قدم لوحدها، يعني ما عندكش ميزانيه. انت عندك ميزانيه نادي،
فالنادي مربوط بنادي اجتماعي، افصل قطاع الكوره عن النادي الاجتماعي، لانك اوريدي كده كده النادي نفسه مرتبات العاملين فيه اللي هم الامن والاداره والبتوع البوفيه وكل القطاع الاداري في النادي ملوش علاقه بالقطاع الاداري بتاع الكوره. مظبوط. فافصل الميزانيه دي عن الميزانيه دي، هتعرف ان الكوره خسرانه كتير جدا، يعني خسرانه كتير جدا. مظبوط. فلازم يعرف، لازم يعرفوا ده. انما تيجي حد يقول لك ايه، انا هلغي الدوري عشان الناس اعرف ادفع مرتبات الموظفين في النادي، ايه علاقه الدوري بمرتبات الموظفين في النادي؟ هو هل يعتقد ان الدوري لو اتلغى اللعيبه مش هتاخد مرتباتها؟ ما هو بقى، ما هي دي بقى الازمه. هل في حد بيعتقد كده؟ ما هو خلاص بقى، انا وانت والمحكمه. هلغي الدوري وخلاص، انا وانت والمحكمه. وبعدين طب انت عندك لعيب عقده ممتد 4-5 سنين جاي، طب انت السنه دي هتاكل عليه فلوس ملزم بالراتب بتاعه حتى لو الدوري ما اتلعبش؟ الا لو هو بقى قرر زي ما عملت لعيبه اتحاد السكندري وزي ما عملت لعيبه انديه ان هم هيتبرعوا تخفيض الراتب لفتره، تخفيض الراتب لفتره معينه. ده مبادره من اللعيبه نفسها. انما انت مش تقدر، لازم في لوائح بتحكمك، هتعمل ايه؟ فالموضوع الحقيقه تحس ان هو ماشي هليهلي كده. اتمنى اتحاد الكره يطلع اي حاجه يقول يعني انه هيعمل ايه في الفتره اللي جايه. طيب الوقت كافي يا احمد؟ الوقت كافي الدوري رجع؟ الوقت طبعًا. كافي طبعا، عندنا مساحه. بقول لك شهر ونص. انت الشهر هتلعب في 10 ماتشات و 21 يوم تلعب فيهم 7 ماتشات، خلاص خلص الدوري. انت ممكن كمان تخلص الكاس كمان بعدها في اسبوعين ثلاثه. يعني دوري وكاس لو استأنفت في 1/6 انت الكاس نص 8 في فرقه وسط حتى سيمي فاينل زي كل مره يعني.